استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصخير يوم أمس كبار المسؤولين عن معرض البحرين الدولي للطيران. هذا وتفضل جلالته بمنحهم أوسمة تقديرا لجهودهم الطيبة التي بذلوها لإعداد وتنظيم المعرض منذ نسخته الأولى عام 2010 وحتى هذا العام، وما أبداه من تنسيق وتعاون مع جميع شركات الطيران المشاركة في هذا المعرض لإنجاح فعالياته، متمنيا لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح في تعزيز موقع البحرين على خارطة المعارض للطيران وإنجاح هذا الحدث العالمي الكبير. وقد أعرب المكرمون عن عظيم شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى على هذا التكريم السامي الذي يؤكد الحرص من جلالته على دعم وتشجيع أبناء البحرين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، والمكرمون هم السيد عبد الرحمن محمد القعود، اللواء ركن طيار حمد بن عبد الله الخليفة، اللواء ركن طيار محمد بحسين المسلم، السيد أحمد نعمة الله علي عبد الرحيم النعمة، السيدة أماندا جاين ستيند، السيدة إيفان ترومان، الكابتن بيتر آيان أندرو نيل، الكابتن محمد عبد الله القاضي، والسيد خليل إبراهيم الرئيس.